والسادة إن الحرب على كورينا الكورنا كورونا اختبار لنا. كرة ملعوبة شالها في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. إعادة تنفيذ الركلة، عادت الحياة لمدرجات الترجي، عادت الحياة لمدرجات الترجي. القرار أعتقد أن مسلم أحمد سيقول أنه غير موفق، أن بالقانون الحديث لابد أن تبقى قدم على الخط، لابد أن تبقى قدم على الخط. عموماً سيوضحها الكابتن مسلم أحمد بشكل أوضح. للترجي تقدم ولعوه أنا عاوز أنام عاوز أنام أسفي لن تنام أسفي لن تنام أسفي لن تنام.